لا أصبر أخش. أقبل الله أجري وأجوركم بهذا البرعم الغض النبي وهذا الطفل البريء الذبيح المنحور ظلما وعدوانا الذي يذكرنا بطفل الحسين. نعم الحسين جاء بطفله الرضيع وهو مذبوح من الوالدين على يديه لم يسكوه شربة من الماء وهو يقول لهم يا قوم هذا طفل ما جنى جناية وما يدري ما هي الغاية خذوه أنتم واسقوه بأنفسكم البرى له حرملة بذلك السهم المثلث فذبحه من الوريد إلى الوريد وها هو الضحية الثانية لحرملة هذا هو الطفل الرضيع زكريا أيضا ضحية لحرمل الآخر الذي ذبح هذا البريء الطفل الذي لم يجري جناية ولم يدري ما الغاية حشره الله تعالى مع طفل الحسين ومع صفة الزهراء محسن وإنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وين والد الطفل؟ وأنا أبو زكريا الله يربط على قلبك إن شاء الله الله يعوضك يربط على قلبك إن شاء الله ويتغمد بالمغفرة والرحمة ويحشره في زمرة الزهراء ويربط على قلبك وقلب والدتي إن شاء الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون إلى أرواح العلماء والشهداء وأموات الحضور والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات